مادة الأحياء للسادس العلمي، الفصل الثاني، الدرس الرابع. بالدرس السابق شرحنا النسيج الظهاري وقلنا يتكون من نوعين، اللي هو النسيج الظهاري البسيط والنسيج الظهاري المطبق. وشرحنا النسيج الظهاري البسيط، اليوم راح نشرح النسيج الظهاري المطبق. يتكون النسيج الظهاري المطبق من أكثر من صف واحد من الخلايا، طبعا عكسه كان النسيج الظهاري البسيط كان يتكون من طبقة واحدة من صف واحد عفوا من الخلايا. هنا عندنا يتكون من أكثر من صف واحد من الخلايا، وهو يوجد في المناطق التي تكون عرضة للاحتكاك، وبذلك فهو يحافظ على أجزاء الأعضاء الجسم التي يغطيها أو يبطنها. يصنف النسيج الظهاري المطبق تبعا لشكل الخلايا الطبقة السطحية منها إلى عدة أنواع. أولا عندنا النسيج الظهاري المطبق الحرشفي، ثانيا عندنا النسيج الظهاري المطبق العمودي، ثالثا عندنا النسيج الظهاري المطبق المكعبي، رابعا عندنا النسيج المتحول. أولا عندنا النسيج الظهاري المطبق الحرشفي. يتكون النسيج الظهاري المطبق الحرشفي من أكثر من طبقة من الخلايا، القاعدية منها تكون عمودية أو مكعبة وتستقر على الغشاء القاعدي، والطبقات الوسطى مؤلفة من خلايا متعددة السطوح، أما خلايا الطبقة السطحية فتكون من النوع المسطح الحرشفي، وقد تكون متقرنة كما هو الحال في بشرة الجلد. ثانيا عندنا يبطن النسيج الظهاري المطبق الحرشفي التجويف الفمي والمريء. ثالثا وظيفة هذا النسيج هي الحماية. ثانيا عندنا النسيج الظهاري المطبق المكعبي. أولا تكون خلايا الطبقة السطحية لهذا النسيج مكعبة الشكل، أما خلايا الطبقتين المتوسطة والقاعدية فهي تشبه الخلايا في النسيج المطبق الحرشفي. ثانيا عندنا يبطن هذا النسيج قنوات الغدد العرقية والنبيبات المنوية. وظيفته بصورة عامة هي الحماية والإفراز. ثالثا عندنا النسيج الظهاري المطبق العمودي. تكون خلايا الطبقة السطحية لهذا النوع من النسيج الظهاري عمودية الشكل، أما خلايا الطبقتين المتوسطة والقاعدية فتكون متعددة السطوح وأصغر حجما عادة. ثانيا يوجد هذا النسيج في بطانة الإحليل. ثالثا وظيفته هي الحماية. عندنا النسيج الرابع، النسيج الظهاري المتحول. هو نسيج ظهاري مطبق خاص، خلايا الطبقة السطحية فيه تكون كبيرة مظلية الشكل، وهي تحوي نواة واحدة أو نواتين، وتكون خلايا الطبقة المتوسطة متعددة السطوح، أما خلايا الطبقة القاعدية فتكون مكعبة في شكلها وتستقر على الغشاء القاعدي. وقابلية خلايا هذا النسيج على تغيير شكلها تجعلها مناسبا جدا للأعضاء القابلة للتمدد والانكماش والتي يبطنها هذا النسيج. ثانيا يوجد هذا النسيج في بطانة المثانة البولية والحالب وحوض الكلية. ثالثا تتلخص وظيفته بالحماية، حيث يسمح للأعضاء بالتمدد والانكماش دون حصول أي تلف أو تمزق بالخلايا. عندنا جدول 5-2 ممكن يبين لنا أو يوضح لنا صورة الكلام كله اللي قلناه عن النسيج الظهاري المطبق بصورة مبسطة أكثر. أول شيء عندنا النسيج الظهاري المطبق الحرشفي، موقع يكون تجويف الفمي والمريء وبشرة الجلد، وظيفته هي الحماية. ثانيا عندنا النسيج الظهاري المطبق المكعبي، الموقع يكون قنوات الغدد العرقية والنبيبات المنوية، الوظيفة مالته الحماية والإفراز. ثالثا عندنا النسيج الظهاري المطبق العمودي، موقع يكون بطانة الإحليل والوظيفة مالته الحماية. النسيج الظهاري المتحول يكون موقعه المثانة البولية والحالب وحوض الكلية، والوظيفة ما تكون الحماية والتمدد والانكماش الأعضاء. هذا كله كان بالنسيج الظهاري. هسا عندنا ثانيا النسيج الضام أو بين قوسين الرابط، هو النسيج الذي يقوم بربط أجزاء الجسم المختلفة وإسنادها، ولذلك يطلق على النسج الضامة بالنسج الساندة. تتكون النسج الضامة من أولا الخلايا، ثانيا ألياف، ثالثا مادة بين خلوية ويطلق عليها أيضا بالقالب. أولا عندنا خلايا الأنسجة الضامة، تكون خلايا النسج الضامة منفصلة بعضها عن بعض وهي على عدة أنواع وتنجز وظائف مختلفة. ومن أهم خلايا النسيج الضام، أولا عندنا الأوراماليفية، هي أكثر الخلايا شيوعا في النسيج الضام، وتمتاز بكبر حجمها وبروزاتها الطويلة التي تكون متفرعة وتبدو في مظهرها الجانبي مغزلية الشكل، ونواتها بيضوية كبيرة، والسيتوبلازم الخلية يكون متجانس. ثانية تتلخص وظيفة الأوراماليفية في كونها المسؤولة عن تكوين جميع أنواع الألياف في النسيج الضام. ثانيا عندنا البلعن الكبير، هي خلية أميبية الشكل، بروزاتها قصيرة مقارنة ببروزات الأوراماليفية، ونواتها ليست مركزية الموقع. تقوم هذه الخلية بالتهام الجزيئات الغريبة ضمن النسيج
وبالتالي فإن وظيفتها دفاعية. ثالثا عندنا الخلية الدهنية، هي خلية كروية الشكل تحوي قطيرة دهنية كبيرة تشغل معظم حجم الخلية، والسيتوبلازم فيها يكون ممثلا بحلقة نحيفة والنواة تكون مسطحة محيطية الموقع أي جانبية الموقع. تعمل الخلية الدهنية على خزن الدهون وتوليد الطاقة وحماية الفرد من فقدان الحرارة. هاي بالنسبة لوظيفتها يعني. رابعا عندنا الخلية الحشوية المتوسطة، تدخل هذه الخلية في تراكيب النسيج الضام الجيني، وهي خلية غير متخصصة ذات بروزات سيتوبلازمية ونواة بيضوية مركزية الموقع. الوظيفة مالتها الخلية الحشوية المتوسطة في كونها خلية يمكن أن تتميز إلى أي نوع من الخلايا النسيج الضام لدى البالغين، ممكن تتغير أو تتحول إلى أي نوع من الخلايا عند البالغين يعني. خامسا عندنا الخلية بلازمية، هي خلية كروية الشكل أو بيضوية صغيرة الحجم نسبيا ونواتها لا مركزية الموقع، وتظهر المادة الكروماتينية فيها مرتبة شعاعيا بما يشبه وجه الساعة أو عجلة العربة، ويكون السيتوبلازم الخلية متجانس. تكون مسؤولة عن تكوين الأجسام المضادة وتلعب دورا مهما في حماية الجسم من الإصابات. سادسا عندنا الخلية البدنية، هي خلية واسعة الانتشار ضمن النسيج الضام وتكون كروية الشكل كبيرة الحجم، والسيتوبلازم الخلية يظهر محببا ونواتها صغيرة ولا مركزية الموقع. تتلخص وظيفة الخلية البدنية من خلال احتوائها على الهستامين الذي يلعب دورا في تقلص العضلات الملساء ضمن القصيبات الرئوية، كما يقوم بتوسيع الشعيرات الدموية من أجل زيادة قابليتها النضوحية. كما تحتوي الخلية البدنية على الهيبارين الذي يمنع تخثر الدم. طبعا أكو بعد عديد من الخلايا في النسيج الضام مثل خلية الخلية الشبكية والخلية الصباغية وغيرها من الخلايا. طبعا لهنا ينتهي هذا الدرس، ونشوفكم بالدرس الجاي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتحميل التطبيق إذا ما كنتم محملي، وزيارة الموقع. مع السلامة. رأف إنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ.